الجن العاشق لم يرد آية تمام. لم ترد آية ماشي. ولم يرد حديث صحيح أو صريح ماشي. في إن جن عاشق ماشي. لكن كلها أحاديث ترمز إلى اعتداء الجن أو الشيطان على بني آدم على الإنس ماشي. قد تؤول بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء البدني. يعني نقدر نقول مصطلح الجن العاشق أطلقه الرقاة؟ لا، هو أخذ أول يعني أو أقدم مصدر عندنا في هذا المجال هو شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى. إن اللي بيصر قد يصر على الإنسان بثلاث. أيوة الشيخ أحمد مذاكر كويس جدا يا جماعة ما شاء الله عليه، وشكله راقي من ورايا بس يعني إيه. طيب هو بيقول ولا ربما كان الصرع من العشق. أيوة أنا عايز بس أبرز الحتة دي للرقاة كلهم، مش يعني مش للمرضى. خلينا الأول في الرقاة. ولربما كان إيه يا شيخ أحمد؟ كان الصرع من العشق. الإيه؟ الصرع. دي ثالث مرحلة من العيدة. ولربما كان الصرع. يعني أنت حضرتك شرط في الجن العاشق الصرع. عن عشق أو عن هوى أو عن اعتداء من الإنسي على الجني وهو لا يعلم. طيب حلو كويس. يبقى شرط ان انا واحده دي شيخ يقول لها عندي جن عاشق ان هي تسرع. ماشي، ده كلام ابن تيميه. ماشي، مش كلامي انا. ماشي. طيب لما تيجي تحتج بتقول لهم يا جماعه الجن العاشق ايه دليله؟ قال شيخ الاسلام. طيب انا ما اقدرش اتكلم. قال شيخ الاسلام، نفهم بقى. طب نفهم كلام زي الاستعانه بالجن. قال شيخ الاسلام. طيب يا جماعه نفهم بس كلام شيخ الاسلام. ولربما كان من عشق، يبقى شرط عندي ان الانسان اللي عليه جن عاشي ده بيسرع. هتقول لي ما هذا اعلى الدرجات، في درجات اقل. انا موافقك. طيب هل هو العرض الوحيد الصرع؟ لا، في الجن العاشي لا. يقولك لازم اعتداء جنسي. طيب ما تقول لنا كده الاعراض، اعراض الجن العاشق. يلا انا بقاطعك لان انا وقتنا قصير جدا. طيب الجن العاشق واحد. انا بالنسبه لي ما بقولش في حاجه اسمها جن عاشق. اقول ان ممكن جن يعتدي عليا بشكل الاعتداء الجنسي وهو نوع من انواع الايذاء. هتقولي بنختلف في المسميات والقصه واحده، ماشي، معلش مشيها كده. ماشي، ليه؟ انا عايز اشيل من ذهن المشاهد حاجه اسمها جن عاشق اصلا. وخد بالك ده انا كده يعني ضد طيار كاسح يعني هيزعلوا مننا جدا يعني. وهذا الكلام ليس انا اطالبهم، بس قبل ما ينتقدوني يجيبوا لي بس كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. التجربه احنا اتفقنا على عيني وراسي، لكن انت كل اللي هتثبته في الجن العاشق يرد عليه. والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. خلاص بقى. طيب هتقول ان في واقع مشاهد، وانت لسه ابن العربي يقول والواقع المشاهد مقدم على الاثر او على النص يعني. طيب انا موافقك صحيح، لكن الواقع المشاهد ده احنا لما بقى من واقع المشاهد بتاعي انا عندي حاجه اسمها الوسواس القهري الجنسي. وسواس قهري جنسي. فتقدر انت تفرق بينهم ازاي؟ ده نسخه طبق الاصل. جات لامراه 18 سنه الجن بيعاشرها وهي صاحيه. ازاي؟ وحكيتها كتير. ده معقوله؟ اقسم بالله جايه لي بتقول لي انا بقى لي 18 سنه الجن بيعاشرني وانا صاحيه. طب احنا نصدقها؟ يعني هي تكذب؟ أهلها يكذبوا؟ الشيوخ اللي راحوا لها وهي راحت لهم، راحت الكنيسة. أيوة وهي راحت الدجالين. معلش معلش.